اهلا بحضراتكم مره ثانيه. شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في الاجتماع الذي تم اليوم وانعقد في مقر وزاره الرياضه بدعوه من الوزاره مع كافه الجهات المعنيه للتنسيق بشان عوده الانديه وعوده الجماهير الى المباريات بقوه في الفتره القادمه والى الاستادات المختلفه. هنوجز لحضراتكم سريعا حتى نستكمل هذا الحوار مع الاستاذ خالد شاكر وقراءه تحليليه لاهم ما عرض من خلال كلمه الكابتن الخطيب والمقترحات اللي تقدم بها خلال هذا الاجتماع، وكان بالفعل اول المتحدثين في هذا الاجتماع. تلخصت كلمة الكابتن الخطيب في أمور محددة كان عناوينها الرئيسية إن مصر لا يليق بمصر صاحبة التاريخ العريق في كافة المجالات وفي الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد أن تظل الاستادات خاوية بهذا الشكل، والمقارنة مع دول شقيقة وصديقة لنا، دول محيطة بنا في المنطقة مرت بظروف مشابهة وإنما تجاوزت هذا الأمر وامتلأت الاستادات في هذه الدول الشقيقة لنا بالجماهير اللي بتستمتع بدعم ومؤازرة الفرق الرياضية والكروية المختلفة. وتطرق أيضا إلى ضرورة التيسير على الجماهير بشتى الطرق من أجل سهولة ويسر الوصول والخروج الآمن من الاستادات ومقار استضافة هذه المباريات والاستمتاع بالمباريات بالشكل الأمثل. ورفض أيضا الكابتن محمود الخطيب أن تكون فئة واحدة هي من يستمتع بكرة القدم أو بالذهاب للمدرجات والاستادات المختلفة، وقال يجب أن تكون كل الفئات متاح لها هذا الأمر وتخصيص بعض المقاعد أو المدرجات للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن مطالبته بفئات مختلفة في سعر والقيمة المالية للتذاكر لتناسب كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقدرات المالية المختلفة. وتلخصت المقترحات كالآتي فيما يتعلق بالسعة أو عدد الجماهير في التدرج في عدد الجماهير في الفترة المقبلة. اقترح الحضور بنسبة مبدئية تصل إلى 15% من سعة الاستاد بحد أقصى 5000 مشجع وصولا إلى المباراة التاسعة من الدوري، ثم اقترح زيادة هذه النسبة إلى 25% في التسع مباريات الباقية من الدور الأول بحد أقصى 10000 مشجع. وأيضا في حالة نجاح التجربة طالب بأن تزيد هذه النسبة، نسبة الحضور الجماهيري، إلى 30 أو تتراوح ما بين 30 و40% من ساعة الاستاد ابتداء من الدور الثاني بحد أقصى 20000. حق دخول الاستاد لحاملي التذاكر فقط حسب تطلعات أو مطالب الكابتن محمود الخطيب بشرط تسجيل بيانات كل حاملي التذاكر داخل النادي. وثلاث نقاط رئيسية أخيرة طرحها أيضا كمقترحات خلال هذا الاجتماع وتوصيات له في هذا الاجتماع: استخدام الاستادات الجاهزة على الفور حاليا لاستقبال الجماهير في المباريات المختلفة، والتشديد على أهمية عدالة التحكيم من أجل فرص وتساوي الفرص في المنافسة في البطولات، وتنظيم الأدوار وتنسيق الأدوار بين كافة الجهات، أمن الأندية وشركات الأمن وأفراد الشرطة وكافة الجهات المعنية في الدولة باستضافة وتأمين وتنظيم أمور المباريات. كان لابد أن نستعرض ده سريعا مع حضرتك ومع مشاهدينا. أستاذ خالد، تعليق حضرتك ايه على ما طبعا كلام